السلام عليكم، حياكم الله جميعا. قبل لا نسوي عصير الكركديه لازم ننقيه من الشوائب ونغسله زين من الأتربة. طبعا الغجر أو الكركديه مفيد جدا، واقروا عنه. إذا شرب بارد يخفض ضغط الدم بإذن الله. طبعا هذا هو الحين أبى نقيه من الشوائب اللي فيه، يصير فيه عيدان، في يعني أشياء غريبة. شوفوا مثلا زي كذا، طلعونا هذه، بعدين يغسل بالماء لين يصفى مويته، لأنه بيصير مليان أتربة. شو هذا؟ أول غسلة. شوفوا أول غسلة، شوف شو طلع مني الأتربة والوساخة. شوف ممكن تشوفون التراب، شوفوا شفتوا هذا التراب، لازم أغسل زين. خلاص بعد ما غسلناه بنصفي، بعدين نشوف الخطوة اللي بعدها. عندي هنا كوب من الكركديه المغسول مصفى طبعا، وعندي هنا تقريبا لتر موية حارة، يعني 4 أكواب ماء. نخلي الكركديه يطبخ تقريبا حوالي 10 دقائق على النار هذه. للعصير بالخلاطة أحط ثلج. طيب طبعا أنا بحط علبة أناناس مع مويتا، عندي هنا الكركديه بعد ما برد، وطبعا السكر على حسب الرغبة. طبعا الأناناس حالي، بس بحط السكر حسب الرغبة، بحط بستخدم ستيفي علشان يعني يصير صحي، وإذا احتاج زيادة ممكن أنتم تزودون. الحين بخلط، ممكن تحطون سكر أبيض عادي حسب رغبتكم. بسم الله. حطيت ثلج هنا والعصير البنفسجي جاهز تبارك الرحمن. بنحط معه نعناع.